السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معي في قناة خديجة شانيل، قناتي وقناتكم وقناتكم الأحبة. اليوم نقدم لكم وصفة ديال شامبوان طبيعي بأوراق السدر. كي كتشوفوا معايا مطحونين، هذا شامبوان طبيعي تستعملوه بديل شامبوان، وكتوعدكم أنني غنعطيكم بديل شامبوان بوصفات طبيعية، وغتشوفوا النتيجة أنه كيعطي الرغوة أمام عينكم. مكونين فقط اللي هو السدر مطحون، غنحتاجو لهنايا 3 معالق ديال السدر مطحون، كيف تعرفوا الفوائد ديال السدر انه كيقوي الشعر وكيمنع من التساقط وكيعالج القشرة. عندي هنايا كاس كبير ديال الماء، يكون دافي، يكون دافي مزيان، يعني يكون ماشي سخون ماشي بارد، باش تطلق داك الماده اللي كتكون في اوراق السدر. هانتوما كتشوفوا نحاولوا نحركوا نحيدوا دوك الكويرات اللي كيكونوا فيه ونحركوا بقوه. قلت لكم انه مضاد للجراثيم وكينقي الجلده ديال الشعر، وكانوا كيتوصلوا به حتى للناس الاموات لانه كيحارب الجراثيم، كما قال عليه الصلاه والسلام اغسلوه بماء وسدر. والسدر هو كيقوي الشعر وكيعطي واحد اللمعه وكيعالج التساقط، وهو احسن بديل للشامبوان الناس اللي بغاو يحيدوا الشامبوان. نحركوه، نحاولوا نذوبوا هذوك الكويرات اللي كيكونوا فيه. كما كتشوفوا راه كيطلق واحد الماده هلاميه بحال الويفيرا. وهم مضاد للحكه اللي كتكون في جلد ديال الشعر والطفيليات بحال الكمل. هانتوما ملي خليتهم واحد 5 ديال الدقائق تطلق داك الماده مزيان، هانتوما كتشوفوا كيولي رغوه، وشحال ما كتحركوا فيه هو كيطلع. اللي بغى يصوب كميه كبيره يديرها يستعملو 2 مرات في الاسبوع، يغسل بيه شعره ويحيد من الشامبوان المواد الكيماويه اللي كتكون منها، وزويحه للدراري الصغار اللي ما عنده حتى شي اعراض جانبيه. نبقاو نحركو فيه بحال هكايا وكيعطيك الرغوه. ندير في قريعه ديال الشامبو احتفظوا به في الحمام، وقت ما احتاجيناه كنستعملوه وكنصوبوه لاسبوع واحد فقط، وكنتغسلي به 2 ولا 3 مرات في الاسبوع. كيعطي واحد اللمعان وكثافة الشعر ورائع رائع. هانتوما كتشوفو راه فيه واحد المادة هلامية بحال الويفيرا كينقي الشعر. وما حدك كتحركي فيه هو كيطلع، ما حدك كتحركي فيه هو كطلع. باش تشوفوا النتيجه انه كيرغوي، يعني شامبوان ماشي حاجه. هانتوما راه عندي لكم تجربه في يديه، كيعطي الرغوه بيضه. كيف انك ديريه لشعرك ودلكيه مزيان راه كيعطي الرغوه بحال هكا انتما كتشوفوا. رغوة حقيقية طبيعية 100%. نتمنى ان الوصفة ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. لا تنساوش كيف العادة تشتركوا في القناة ودعمونا بلايك.
وادخلوا لي تعليقات على اي تساؤلات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.